رفيع بيفصل بين الحياة والموت. علشان كده حاول دايما تستثمر كل لحظة في حياتك وفكر دايما في بكرة، واوعى تشغل بالك بالماضي. مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألواننا الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: أشرف عبد الباقي ومسلسل أنا وبابا وماما رجعني للدراما من جديد. والله الحمد لله، هو النهاردة الاحتفال، احنا بدأنا بقالنا أسبوعين تقريبا، و يعني الحمد لله النتيجة لطيفة. نشوى مصطفى: الناس زهقت من السياسة وانتظروني في عمل كوميدي حقيقي. أستاذ فدائي الشندويلي كاتب دراما اجتماعية حياتية جدا، أي حد موجود في الـ في الـ في البيت وهو بيتفرج هيشوف نفسه وهيشوف ولاده. الفنانة الأردنية هيام الجباعي: فيلم مترو أول تعارف بيني وبين الجمهور المصري. هو أول عمل ليا هنا في مصر، سواء سينما أو دراما، يعني أول حاجة بعملها هنا في مصر. رامي وحيد: الرعب في مترو الأنفاق، تجربة جديدة في السينما المصرية. أنا بعتبر أن مترو نقلة بالنسبة لي على مستوى الـ 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 اختلاف اللاينات الدرامية اللي أنا بمسكها طول الوقت. هنروح لاستعراض سريع لأهم أنشطة الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ بجريدة الشروق وتفاصيل حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. بتقول إن الحفل اللي بيقام بالفنانة الكبيرة ماجدة الرومي هيقام في الأسكندرية في موعده، وإنها للأسف تذاكر الحفل مش هتكون مجانية، ولكن شائعات كتير الحقيقة حصرت الحفل، يا ترى هيقام ولا هيتلغي؟ في النهاية حسمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الأمر، وقالت إنها سعيدة جدا بالغناء في مصر بعد غياب دام 13 سنة، وإنها تتبرع بأجرها كامل من أجل تنشيط السياحة المصرية. الحقيقة عدد كبير من الجماهير عبر عن استيائه بسبب المبالغة في أسعار التذاكر، واللي بتبدأ من 350 جنيه وبتنتهي عند 1000 جنيه. والحقيقة إن كتير سأل القائمين على تنظيم الحفل ليه المبالغة الكبيرة في أسعار التذاكر، خاصة وإن المطربة الكبيرة ماجدة الرومي رفضت الحصول على أجر مقابل الغناء. من موقع البوابة نيوز معنا خبر منشور تحت عنوان: أشرف عبد الباقي يحتفل بأول أيام تصوير أنا وبابا وماما. احتفل الفنان أشرف عبد الباقي مؤخرا بأول يوم تصوير في مسلسله الجديد أنا وبابا وماما داخل استوديو الأهرام. بتشاركوا البطولة الفنانة الكوميدية نشوى مصطفى، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، ومن المتوقع عرضه في ماراثون رمضان القادم. من المعروف أن الفنان أشرف عبد الباقي غايب من فترة طويلة عن الدراما التلفزيونية، وآخر أعماله راجل وست ستات. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان أشرف عبد الباقي واللي هيكلمنا أكتر عن مسلسله الدرامي الجديد أنا وبابا وماما. والله الحمد لله، هو النهاردة الاحتفال، احنا بدأنا بقالنا أسبوعين تقريبا، و يعني الحمد لله النتيجة لطيفة. نتمنى ان هي لما تتعرض تعجب الناس. المشاكل الأسرية اللي بتحصل في كل البيوت بنحاول نقدمها من خلال عمل كوميدي، تأليف فداء الشندويلي وإخراج مايكل بيوح، وإن شاء الله منتظر عرضه في رمضان بإذن الله. هو راجل وست ستات كان ستكم، ده مسلسل مختلف تماما، يعني بالإضافة إن المواضيع الأسرية عمرها ما بتخلص، يعني حتى المواضيع اللي قدمناها في راجل وست ستات كان ليها علاقة بالوقت اللي اتعرض فيه، يعني إحنا يوميا ما شاء الله عندنا مشاكل يومين جديدة يومين جديدة. أنا آخر حلقة صورناها في راجل وست ستات كانت سنة 2009، يعني من 5 سنين. في خلال ال5 سنين دي أحداث كتيرة جدا. النهاردة أي مؤلف بيكتب يوميا عنده حدث يقدر يكتب من خلاله. الأسرة نفسها مختلفة، يعني الأسرة أنا ومراتي في راجل وست ستات، أنا ومراتي وأمي وحماتي وبتاع قاعدين في بيت، ده هنا أسرة عادية خالص، أب وأم عندهم ولد في ثانوي، عندهم بنت في جامعة، عندهم طفل صغير عنده 6 سنين، إيه اللي بيحصل معاهم؟ أكيد حاصلة معايا أنا حتى شخصياً، أو نشوة مع أولادها، أو أي أسرة بتتفرج. الجديد العلاقة بين الأب أو الآباء وبين الأولاد، هل الآباء هم اللي بيربوا الأولاد ولا الأولاد هم اللي بيربوا الآباء؟ فالفكرة نفسها جديدة. أستاذ فدائي الشندويلي كاتب دراما اجتماعية حياتية جدا، أي حد موجود في البيت وهو بيتفرج هيشوف نفسه هيشوف ولاده.
هيشوف علاقته بزوجته من خلال دراما المسلسل، فهيبتسم جدا لانه الكلام يمكن اللي بيقوله لاولاده هيسمعه اشرف مثلا بيقوله لاولاد، الكلام اللي الام بتقوله لاولادها هسمعني بقوله لاولاد. فهي دراما حياتيه جدا، وان شاء الله يا رب تكون يعني الناس تستمتع بيها. انا سلوى زوجة محمود، ام لثلاث اولاد، بنت في الجامعه وولد في ثانوي وطفل في اولى ابتدائي. 20 سنه من حياتها في خدمه ولادها، وبعدين تكتشف ان هي عندها طموح ما حققتوش فبتشتغل صحفيه. بس يعني دي الحاله الاساسيه. يعني في بقى مواقف بتحصل في كل حلقه، طبعا هي حلقات منفصله متصله، في كل حلقه في موقف يعني حياتي جدا، وهتحس ان انت عشت الموقف ده.